انطلقت صباح اليوم بشاطئ ميمي من ولاية بنزرت تظاهرة تنظيف الشواطئ. هذه التظاهرة التي تندرج ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة سنة النظافة، وتهدف إلى المحافظة على البيئة وبالأخص توعية المواطنين والمصطفين بضرورة المحافظة على الشريط الساحلي. هي تظاهرة مش حملة نظافة، قد ما هي حملة توعوية وتحسيسية لضرورة المحافظة على الشواطئ نتاعنا من التلوث، من النفايات. تعرف انت العبيد تجي للبحر وتخلي الأوساخ وكل، دونك هذه حملة باش نوعيو العبيد انه لازمنا نحافظوا على شطوطنا الجميلة. كما تعرفوا من أجمل الشطوط اللي عندنا شط ميمي وشط بنزرت وشطوط تونس الكل مزيانة، لازمنا نحافظوا عليها ونحافظوا على نظافتها. وزيرة البيئة أكدت أن هذه التظاهرات وجب أن تكون على مدار السنة، حاثة كل أطياف المجتمع على الانخراط في هذا المشروع، كما أكدت أن تونس تسعى إلى الحفاظ على شريطها الساحلي من خلال عديد المشاريع والدراسات التي ستمكن في السنوات القادمة من إعادة البريق إلى السواحل التونسية. الأسلم هي عدم التلوث من المصدر، وفي هذا الإطار فما استراتيجية وطنية كاملة نتاع الانتقال الإيكولوجي اللي تنبني على المسؤولية المجتمعية، المسؤولية نتاع العام نتاع معناتها القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطن ككل، على خاطر إذا كان ما نلوثوش راهو ما يصيرش التلوث. بالطبيعة هذا ماهوش ساهل ولابد باش ننزيلوا التلوث الموجود واللي قاعدين نعانيو فيه، وهذا قاعد يصير وعمليات يوميا قاعده تصير في الاماكن المعنيه الكل. وتتواصل هذه الحمله في الايام القادمه في المهديه والوطن القبلي، ويبقى هدفها الاساسي تغيير السلوكيات الفرديه والجماعيه في كل ما يخص البيئه والمحافظه على المحيط.